جاءتنا الشريعة المطهرة بالأخلاق الكريمة واستعمالها حتى مع الكافر المحارب، فضلا عن الكافر الذمي أو المعاهد أو من نكون نحن في بلده أو في أرضه. الكافر الحربي لنا قيم معه، لنا أخلاق معه، لو مثل بنا لم نمثل به، ولو قتل صبياننا لم نقتل صبيانا، ولو قتل نساءنا لم نقتل نساء، لأنه يمشي بطبعه وغيظه وفكره ونحن نمشي بنور من ربنا بمنهاج من إلهنا وخالقنا. وبهذه البصيرة قاتل سيدنا علي بن أبي طالب كافرا مشركا، فلما أوقعه على الأرض وهوى عليه بالسيف بصق الكافر في وجه سيدنا علي، فلما بصق في وجهه رد السيف ومضى وترك. فعجب من يشاهده، قالوا عجيب يا ابن أبي طالب، حين تمكنت من الكافر ذهبت وتركته. قال كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهي غضبت نفسي وأرادت أن أضربه لها انتقاما لها، وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله. قال سيف استلمته من يد محمد رسول الله ذو الفقار، أعطاني إياه بعد غزوة أحد فاستلمه سيدنا علي. قال هذا السيف ما يضرب لغير الله، ما يضرب لهوى النفس، ما يضرب لغيظ النفس، يضرب لوجه الملك القدوس جل جلاله وتعالى في علاه. انظر في هذا الحال ووقت الشدة وعند الغضب وعند القتال وهو يتذكر النية، ما لما أضرب، وقال لوجه من أضرب. فلما غضب لنفسه رأى نفسه غضبت ترك الكافر وترك قتله، لأنه لا يضرب إلا لله جل جلاله. هذا أدب المسلم وقيمه مع الكافر الحربي. الكفار الحربيون أسروا، فما عرف أحد في الأمم لا في القديم ولا في عصرنا الحاضر وادعاء الحضارات، ما عرف أحد عرف حقوق الإنسان كما كان في منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسروا، فلما أسروا قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى الأسرى، أحسنوا إلى الأسرى. فكان يقع في يدهم الطعام فأحسن الطعام وأجوده يدفعونه للأسرى، ويكتفي الصحابة بالأقل، حتى كان قد يتوفر عندهم التمر والخبز قليل ويرغبون فيه، فإذا وقعت الكسرة بيد أحدهم دفعها إلى الأسير واكتفى بالتمر، حتى استحى بعض الأسرى من طيب معاملة الصحابة. فصار قال يقول بعدما أسلم، وكان من أسرى بدر، يقول كنت أرد عليهم الكسرة، قال فيردونها علي لا يمسها أحد منهم حتى يكون الطعام لأطيب لي وأنا الكافر تلك الأيام، فلوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.